وقال له انا 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 لكن انا 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 المسابقة عرفتها في الجرائد لقناة الجرائد وعرفتها في ديما كنسمع دائما الجائزة كنشارك ديما كتبية يعني أنت من الناس اللي في دار كنت 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 في دار أنا من الناس اللي ديما كنشارك مع الكتبية المنتج المنتج كنت في دار هذا ما حبيت لها المنتج كنت عند الحالة عند انا اللي ربحت انا جاي حد ديالي في السياره كيفاش جمعت سبعه العلامات المنتوجه ديال الشركه ديال الكتبيه وصلتهم الكتبيه وجا الحد ديالي انا اللي فزت اللي عيطوا ليا وهذا فرحان بزاف فاش دابا ربحت سميتو السياره وهذا صافي عرفت بان داك الشيء 100% وديجا انا فلاش جيت في المسابقه يعني فايت لي سبقت وعرفت بان داك الشيء اكيد كاين ربحتي ربحتي شي حاجه قبل ما نطلع شنو كدير في الحياه؟ انا فوندور السيدي فوندور ديال اللي كاين هو ان هذه المسابقه هي مسابقه مفتوحه الفترة ديالها ثلاث أشهر من خلالها قدمنا قبل هذه السيارة قدمنا أكثر من 250 هدية يعني الناس كانوا كانت مشاركة كبيرة اللي هنا اللي حنايا كنصوروا بها جميع المستهلكين وكذلك جميع الزبناء اللي كي يعني عندهم واحد الوفاء بالنسبة للعلامة ديالنا يعني المنتوجات ديالنا وهذا كيحفزنا اكثر باش نبقاو دائما قراب للمستهلكين ديالنا والزبناء ديالنا وكذلك نعملوا اكثر باش نكونوا عند حسن الظن ديالهم كذلك هاد الفرصه كتوازي الاحتفال ديال الكتوبيه ب 30 سنه من بعد التاسيس ديالها 30 سنه من العمل 30 سنه من التطوير و كنحاول دائما نقدم الجديد للمستهلك والزبون باش يكون دائما كنا دائما عند حسن الظن ديالو دونك هاد الشيء دائما كنبقاو نزاولو دائما كنحاولوا دائما نقربوا من الزبناء ديالنا المستهلك ديالنا دائما عبر هاد المسابقه عبر كذلك جد بعد الفرص اللي كنتحاور معاهم اللي كنتجاوبوا معاهم باش يكون دائما هذاك القرب بيننا وبين المستهلك وبين الزبون
المسابقة مازال مستمرة؟ المسابقة بالنسبة لنا إن انتهت، كانت المسابقة استمرت فترة 3 شهور، يمكنات الناس بطريقة بسيطة يعني يجمعوا 7 العلامات ديال الكتبية كيرسلوها لينا وكيوفروا لهم الحظ باش 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 يفوزوا كي قلت قبيلة أكثر من 250 هدية بالإضافة لهذه الهدية الكبرى. هناك بعض المستهلكين يعني الناس اللي ربحوا هدايا كثيرة، كذلك السيد هرموش عمر فاز واحد الهدية قبل من يعني الفرز الأخير وفاز بهدية وكذلك فاز بسيارة. نعم، عدد المشاركين اللي شاركوا؟ عدد المشاركين تفوق 60,000 مشارك. 60,000 مشارك. نعم. وهذا كيحفزنا أكثر. عدد الفائزين؟ عدد الفائزين أكثر من 250 واحد، يعني بالضبط 250. نوع الجوائز؟ نوع الجوائز هنا كانوا يعني طابلات، هواتف ذكية من النوع الرفيع، كذلك تلفازات من نوع 55 حجم كبير، تلفازات ذكية، وكذلك الهدية الكبرى كيش تشوفوا انتم اليوم هي هدية ديال السيارة اللي من نوع الرفيع. تشوفوا جوج سيارة ماشي يعني جوج سيارة، عطينا اختيار للفائز باش ياخذ السيارة من اللون اللي الاختيار ديالو، ولكن السياره وحده اللي تربحات هي باش نكونوا واضحين. دونك حنا عطينا حتى للبوسيبيتي، وحنا كنشكروا من هذا المنبر القيمه الماليه ديالها. القيمه الماليه اكثر من 500,000 درهم بالنسبه لها، يعني هذه وحنا كنشكروا من هذا المنبر كذلك المحتضنين ديال هذا اللي شارك معنا، ماركه ديال الشيفرولي اللي شاركت معنا شكرا لحقوا هذه المباراه. من الاسم جمال باز، مدير التجاري والتسويق لمجموعه كتبيه. شكرا. من امتى بدات كتبيه؟ اللي كاين هو ان هذه المسابقه هي مسابقه مفتوحه، الفتره ديالها 3 شهور، من خلالها قدمنا قبل هذه ديال السياره قدمنا اكثر من 250 هديه، يعني الناس كانوا كانت مشاركه كبيره اللي هنا اللي حنايا كنصفوا بها جميع المستهلكين وكذلك جميع الزبناء اللي كي يعني عندهم واحد الوفاء بالنسبه للعلامه ديالنا يعني المنتوجات ديالنا، وهذا كيحفزنا اكثر باش نبقاو دائما اقرب للمستهلكين ديالنا والزبناء ديالنا، وكذلك نعملوا اكثر باش نكونوا عند حسن الظن ديالهم.